فوائد الثوم المحمص على الريق. الثوم مليء بالكثير من الفوائد الصحية. إن تناول الثوم المحمص على الريق يعطي فوائد عديدة للصحة. كذلك تساعد العناصر والخصائص الموجودة في الثوم المحمص في الحفاظ على صحة الجسم لفترة طويلة. عادة يتناول الناس الثوم النيء على الريق، لكن ينصح بعض خبراء الصحة بتناول الثوم المحمص على الريق. وبالمناسبة يمكن تناول الثوم المحمص في أي وقت في الصباح أو في الليل، ولكن إذا كنت تتناول الثوم المحمص على الريق فهذا يمنحك المزيد من فوائد الثوم المحمص للجسم. يمكن التغلب على العديد من المشاكل التي تحدث في الجسم عن طريق تناول الثوم المحمص على الريق. لنتعرف على فوائد الثوم المحمص على الريق. فوائد الثوم المحمص على الريق: يعزز تناول الثوم المحمص يوميا مناعة الجسم. يحتوي الثوم المحمص على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في زيادة مناعة الجسم. إذا قمت بقلي الثوم وتناول فصين من الثوم يوميا فيمكن أن يمنع ذلك العديد من الأمراض والتهابات الجسم. يعتبر تناول الثوم مفيدا جدا لجميع الرجال الذين يعانون من مشاكل في الحياة الزوجية. يتميز الثوم المحمص بخاصية زيادة هرمون الذكورة، والذي يمكن أن يحسن الصحة عند الرجال. إذا تعبت بسرعة أو شعرت بالضعف فقم بمضغ الثوم المحمص، يمكن أن يؤدي التناول المنتظم إلى زيادة الفاعلية. يساعد تناول الثوم المحمص لمدة 7 أيام في إنقاص الوزن. في الواقع تناول الثوم المحمص يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يساعد في تحسين عملية الهضم. سيؤدي ذلك إلى التخلص من الدهون الزائدة المخزنة في الجسم ويساعد في إنقاص الوزن. يعتبر تناول الثوم المحمص على الريق مفيدا لمشاكل الجهاز الهضمي، فله خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، وهي طريقة فعالة في التخلص من البكتيريا المسببة للعدوى. يساعد تناول الثوم المحمص أيضا في الحفاظ على هضم أفضل، سيؤدي ذلك إلى التخلص من مشاكل مثل الإمساك وعسر الهضم والغازات والحموضة. إن تناول الثوم المحمص على الريق لمدة 7 أيام يقوي من صحة القلب. في الواقع يوجد البوتاسيوم في الثوم المحمص، مما يساعد في التحكم في ضغط الدم، ويعمل كذلك على إزالة الانسداد في شرايين الدم، ويخفض الكوليسترول، وذلك عن طريق تناول الثوم المحمص، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. إذا كنت تتناول الثوم المحمص على الريق فإنه يزيل السموم من الجسم. في الواقع تناول الثوم المحمص يساعد على إزالة السموم الموجودة في الجسم عن طريق البول، كما أنه فعال في إزالة الضعف الجسدي. لهذا قم بشوي فصين من الثوم وتناولهما على الريق. يساعد طحن الثوم المحمص وإبقائه على الأسنان في تخفيف آلام الأسنان، نظرا لاحتوائه على عناصر مضادة للبكتيريا، كذلك يعمل على إزالة رائحة الفم الكريهة. بالنسبة لأولئك الذين يمرضون بسرعة، يجب على أولئك الذين يصابون بالبرد بسرعة أن يأكلوا الثوم المحمص. هذا يحافظ على حرارة الجسم ويحافظ على درجة الحرارة تحت السيطرة، ومع ذلك يجب تناوله بعناية في فصل الصيف لأن تأثيره حار. وفي النهاية إن تناول الثوم المحمص على الريق يوميا يعطي العديد من الفوائد للجسم، ومع ذلك ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تعاني من أي نوع من الأمراض أو المشاكل الصحية فتناول الثوم المحمص فقط بناء على نصيحة الخبراء.